إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. دي يا جماعة فيها أربعة أمور، من قام بها حقق التوحيد، عشان كده أورد الآية دي فيها أربعة أمور من قام بها حقق التوحيد. إن إبراهيم أي الخليل عليه السلام كان أمة، قال عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى كان أمة أي إماما في الخير، كان إماما في الخير جامعا للخير. الأمة مش مجموعة من الناس، من معانيها يعني عندها معاني كثيرة، لكن من معانيها مجموعة من الناس. ابن القيم رحمه الله قال فرق بين الإمام والأمة، عشان كده عبد الرحمن بن حسن ما قال إمام ساي جامع للخير. الإمام هو الذي يسلك خلفه، وأحيانا يسمى في اللغة الطريق إماما لأنه يسلك، هكذا قال ابن القيم رحمه الله. والأمة في قول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة لأن إبراهيم عليه السلام اجتمعت فيه صفات تجتمع في أهل الخير إذا جمعوا ولا تجتمع في الواحد منهم. عرفت المسألة؟ يعني فيه صفات، صفات الخير مثلا بتلقى فلان من صفاته الشجاعة والمروءة والكرم إلى آخره، وذاك من صفاته الرحمة بالمؤمنين وإلى آخره. إبراهيم عليه السلام جمعت له هذه الصفات كلها، كان أمة، هو رجل جامع للخير. ولذلك قال بعض أهل العلم كمجاهد رحمه الله ابن جبر قال كان إبراهيم أمة لأنه كان وحده في زمن من الأزمنة مسلما ولم يكن غيره من الناس إلا مشركا، عشان كده براه أمة، وده معنى من المعاني. قانتا، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى القنوت دوام الطاعة، دوام الطاعة. وقال عبد الرحمن بن حسن القنوت دوام الطاعة كما قال شيخ الإسلام، وأحيانا يطلق القنوت على من أطال الركوع والقيام في الصلاة. وقوموا لله قانتين، إذا أطلت القيام والركوع فأنت قانت. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، من المطيعين ومن أهل الخير. وكذلك من معاني القنوت كما ذكرنا إطالة القيام والركوع. قانتا لله حنيفا، الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه، عشان كده يقول لك الحنيفية الإعراض عن الشرك والإقبال على الله تعالى بالتوحيد. ولم يكن من المشركين، لا بد من مجانبة المشركين، ولا يكتفي العبد بمجانبة الشرك وحده. في ناس بيقول لك أنا ما بدعو غير الله، غير الله أصله ما بدعوه، لكن ترى أول بدعو غير الله ذي ما عندي معهم مشكلة وبرضه أخواننا وكذا وكذا. قال لك ولم يكن من المشركين، تتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك، عشان كده رب العزة والجلال قال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون. الاثنين، مش تتبرأ من الشرك بس، من أهله برضو، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا، يعني ظهر، يعني ماذا السين بدا ظهر، وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الموحد ده أخوك،
الموحد أخوك ولو عنده ذنوب. لقيته فنان عديل بيغني، ولقيته سكران ولا شايل كيسه معه بدردم غالي دردم ويسجر، موحد ده أخوك، ده أخوك. إنما المؤمنون شنو؟ إخوة، لا يخرج عن الإيمان بمجرد الذنب، وإن كان الذنب خطر، لكن وإن كان الذنب خطرا لكن هو مؤمن. أما المشرك فهو عدو لك لأنه عدو لله، وإن أحسن إليك حتى لو أحسن لك هو عدو لك، لأنه يا جماعة لو أسي زول بيحسن لك إنت وبسيء لوالدك بتقبل منه؟ هو بيحسن لك إنت، والدك وناس البيت بيسيء لهم وينبذهم ويشتمهم، تجي الوالدة بالشارع يشاكله ويجي الوالد يشاكله وإنت بجنبه بيحسن لك، إنت بتقبل منه؟ ما بتقبل. فإنت هو لو أحسن لك وعاد الله سبحانه وتعالى، هو عاد الله بشركه، ما فائدة إحسانه لك؟ ولذلك قال ولم يكن من المشركين. المسألة الرابعة أو الصفة الرابعة أو الوصف الرابع، شاكرا لأنعمه. إبراهيم عليه السلام كان شاكرا، والشكر لا يتم إلا بثلاثة أمور كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: بالاعتراف بالنعمة ونسبتها إلى الله واستعمالها في طاعة الله سبحانه وتعالى. تعترف بالنعمة دي وتنسب إلى الله، وأما بنعمة ربك فحدث وتعمل بها في الخير. الله اداك سمع تشغله في الخير، جيب المحاضرات تسمعها، الدروس تحضر كذا كذا، اداك صحة استخدمها في الخير، تقوم تصلي بالليل. ولذلك رب العزة والجلال قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر. يبقى يا جماعة دي أربعة أوصاف أو أربع صفات، من اتصف بها حقق التوحيد، كما أن إبراهيم عليه السلام كان محققا للتوحيد. أن تكون أمة داعية إلى الخير، إنت تكون داعي للخير، تكون إمام في الخير. واجعلني للمتقين، واجعلنا للمتقين شنو؟ إماما. واجعلنا للمتقين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. تكون إمام في الخير، علم الناس الخير. فينا ناس أئمة في الشر، والله يعلمك الشر، يقول لك دار تبقى فنان تصاحب فلان، تمشي حفلة فلان، وست شهور عشان تبقى كذا، أمس أحمد ده جاب لي حاجات، وست شهور عشان تبقى كذا تعمل كذا، معقولة يا أخي؟ وما جاب يعني هو بيعمل وراه واحد يعني. قال واحد دار يشتهر مشى لفلان، قال لي يا أخي جيبونا معاكم في برنامجكم ده، قال لي ست شهور تقعد في الكنب تصفق للفنانين، ست شهور عشان يجيبوك في الكاميرا أنت بتصفق وتتم معاون الغني، التم بعد ستة شهور تاني يدوك شوية شوية، وصلوا انت ده وده ذنوب ومعاصي، دي سيئات تغني ده. كلام فارغ زي كلام فارغ وسيئات ذاته. موضوع الفنانين ديل كله ساعتين بالليل يسهروا بينا، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهيجة وساونات وكهرباء وصلوها إلا من العمود، من البيت زي بتطفي، وشنو وبلاوي كثيرة واستديوهات وقومة وقعدة، موضوع كله بس مرة ده، موضوع كله يعني انت بدل الهيجة دي كلها بس مش دق الباب قول يا جماعة أنا دار بنتكم دي وكذا وإلى آخره، زوجوها لي وزوجها بس، شنو بتبكي ولهيب الشوق ورحل الغمام، غمام بتاع شنو رحل؟ ما في رحل، وأنا وإلى آخره. طيب
قانتا تداوم على الطاعة، وتكون حنيفا مجتنبا الشرك معرضا عنه مقبلا على الله تعالى، ولا تخالط المشركين ولا تصاحبهم، وإنما تعرض عنهم ولا تحبهم، وإنما تبغضهم في الله سبحانه وتعالى، وتشكر نعم الله عليك.